تيتا جدو هي واحدة من عدة جمعيات اليوم بلبنان، كلنا سوا ايد بايد، لانه لبناني ممنوع يجوع، لبناني ممنوع ينترك وحده، اللبناني ممنوع يصحط، اللبناني لانه لبنان احلى بلد بالعالم، لانه كلنا نحن ناس بتاخذ العقل ومنحب بعضنا بنوقف حد بعضنا. في جمعيات مثل تيتا وجدو عم تقدر تعمل اللي بما قدرتها تتوقف حد الناس، حدا عايز يحكي، حدا عايز اكل، حدا عايز دعمه، حدا عايز حنان، حدا عايز غمره، حدا عايز ينقل له نحن حدك وما رح نتركك. تيتا وجدو شو بيعملوا وقديش عايزين مساعدتكم؟ فيديو نحضره هلا. بونجور، انا ابونا غيوم فرنساوي، صار لي 23 سنه هون بلبنان، واساسا شغلي انه تكوين الشباب اللي بدهم يصيروا كهنه. انا رئيس بيت تنشيا للشباب اللي بيصيروا كهنه، وبيكونوا مرسلين بكل الشرق الاوسط، خصوصا بالمطارح انه المسيحيين بيكونوا في قلال كاهن وهيك. وبعد هول ال 23 سنه بلبنان صار في اكيد انه عايشت كل الحياه اللبنانيين، وبتعرفوا بعد انفجار بيروت بلشنا نحن ننزل للمار ميخائيل، لانه كمان اخوري راية تبع مار ميخائيل هو ابونا ايليا مؤنس، تخرج من دايرنا من بيتنا، مشان هيك كنا كثير نحن قريب منه. واكتشفنا انه في كثير ختياريه بالمنطقه هونيك، مش بس بحاجه عن مساعده للاشياء اللي اندمروا بالانفجار، بس كمان شيء زياده. وكان في اشخاص محسنين لنا انه يحبوا انه يساعدونا انه نساعد هول الختياريه. مثلا هيك بالنوفمبر، يعني تشرين الاول، لا كانون الثاني، هاي بالعربي صعب شوي، بالكانون الثاني قررنا انه نكمل إن المساعده للاشخاص اللي اندمروا بيتهم وهيك بيوتهم، بس انه نبلش شوي نساعد اكثر الختياريه اللي كانوا لحالهم ومتروكين وما عندهم اكل كافيه وهيك. وبلشنا نوزع اكل بالمنطقه هونيك بما ميخائيل واشرفيه وكارنتينا. تيتا وجدو انه خلقت اكزاكتومون 24 الثاني 2021 2020. واساسا المبدا كان انه كيف بدنا نساعد هول الختياري، وشفنا هن متروكين انه لحالهم، مشان هيك بلشنا نزورهم، وهيدي كثير مهم، هيدي من المبادئ الاساسيه تبع مشروع تيتا وجدو، انه يكون نكون قريب عن الاشخاص. واكيد بالبدايه بلشنا نساعدهم على مستوى اكل وبلايات شو، يعني سخنين دي بلا دي روبا، وهيك بلشنا نوزع اكل. شفنا انه هن بحاجه مش بس عن اكل سخنه انه كل يوم، ولكن كمان شويه اكل للويكند، لبنه، كعك، شاي. بلشنا نعطيهم كمان كل اسبوع كيس فيها هيك اشياء اساسيه، انه مربى، وشويه شويه انه تطور الموضوع. هلا بلشنا مع 50 اشخاص بالمنطقه تونيك اشرفيه، وشفنا انه كمان هون بالحي صار في كثير عائلات انه صار عندهم كثير مشاكل خلال الازمه الاقتصاديه، وبلشنا نزورهم وشفنا انه في اشخاص بحاجه عن مساعده. مشان هيك بلشنا مشروع ثاني انه من ضمن تيتا وجدو، لانه شفنا اذا منساعد كمان العائله منساعد تيتا وجدو تبعهم، لانه في مرات هول الختيارية عندهم عائلة، بس العائلة قد عندها صعوبة انه تعيش مع مشكلة الاقتصاد، انه اذا نساعد العائلة منساعد انديركتومون تيتا وجدو تبعهم. مشان هيك صار في هون 30 عائلة تقريبا هون بالمنطقة منساعدهم، ما بنعطيهم بلاشو، بنعطيهم اكل وكورس، يعني فواكه، خضرة، اكل طازة. المهم لنا انه يحسوا انه في محبة، مشان هيك ما منوزع هيك شيء بلا طعمه، لا مننتبه شو بدهم، شو بحاجه، ومنعطيهم فعلا بدعم منيح، انه منجيب زيتونات من اشخاص، منجيب فواكه، مننتبه كثير للكواليتي تبع الاكل. ماريو مسعود، بلشت من 10 اب مع الاكيب، كنا سبق وطلعت معك
عم نعمر بمنطقة مرم خايل، بعدين خلصنا وانتقلنا لمرحلة كل شيء ساعدنا العالم، صار في ختيارية بحاجة لأكل، لو نحن كنا عم نعطيهم الإلكتروميناجية والغراض هني بحاجة لأكل لأنه مش قادرين يطبخوا. طلعت فكرة تيتا وجده وبلشنا نشتغل عليها، صرنا باللوكال هون. نحن يجولي من التنين للجمعة منوزع البلاد يجور للعالم، يعني نزل الأكل سخن بيوصل البلالة عندهم على البيت. عم باراليل مشينا نهار الجمعة منوزع الكورس اللي هي مثل ما عم بتشوف موجودة بهيدي الباك، اللي هي بتتألف من خضرة، فواكه، جبنة، لبنة. كيف بيصير التحضير؟ الشباب كارد وكريستوفر بيكونوا معي كل الجمعة، عم نشتغل عم نحضرهم. بس يكون بحاجة، يعني عنا نهار مرة بالشهر منوزع الحمص، الفول، الحبوب، المعلبات. مثل ما عم تشوف الستوك شوي هلأ هون بلش يفضى، عاملين أوردر جديدة كمان ناطرين. العالم بحاجة مش بس تاخد البلا، كمان في بمنطقة عين الرماني في عندك عالم منا قادرة تطبخ، عم نأمن لهم الحاجيات اللي بيقدروا يطبخوا فيهم. مثل ما كان بيقول الأبونا، القصص اللي بيحتاجوها ليأكلوها، مش بس البلا، نهاية بدو يتعشى، بدو يتروى. عندك بالويك أنت احنا ما بنكون موجودين سبت أحد، بنكون عم نوزع لهم من التنين للجمعة. من بقى الخميس لتسي أو الأربعة نهار اللي بدو يتوزع تين نهار منحضر هال الشنتات اللي هي بتتحضر. هلا مثل ما رح تشوف بعد شوي جبنا الجبنه واللبنه، نحن بنروح بنجيب الجبنه واللبنه، الغراض في قصص نحن بنطلبها بتجي لهون، لهدول اللي ما فينا نحن نجيبهم. بنحضر هلا بتشوف رح تصور كيف عم نحضر الغراض، بنحطه بالسياره، بنبرم برمت عين الرمان، نوزع الكياس اللي فيها قصص، بنرجع بننزل على السناك لحتى ناخذ من عندها البلايات تكون محضر لنا اياهم، لا حتى نرجع ننزل فيهم على منطقه مرم خايل ونوزعهم. عندك هون سكشن لمنطقه عين الرمانه، هون سكشن منطقه مرم خايل، حتى ايفن عم تشوف مي، لانه في عندنا اشخاص عندهم كاس سبيشال ما بيقدروا يشربوا مي، سو بدنا نحن عم نأمن لهم المي لانه ما بيقدروا يجيبوها هن كمان. انا كاتيا، كمان من المؤسسين تبع تيتا وجدو. نحن عندنا حاجات كثير خاصه، وعنا الحب أهم شيء نعطيه للعيال. اللي بدي أقوله أنه نحنا عنا أشخاص بحاجة للحب، بحاجة أنه تكون كرامتهم قبل كل شيء. منشان هيك نحنا اليوم عم نكون حدهم، حتى الكيس تبع اليوم ما بيكون كيس مثل أي كيس تاني، ولكن إشياء لكل عائلة مثلا عندها حاجات، إشياء مرض ما بيقدروا يأكلوا إشياء، نحنا منشوف كل عائلة شو هي بحاجة ومنأمن لها. مثل ما شفتوا مع ماريو أنه في شخص ما بيقدر حتى يشرب مي، عم نأمن لهم المي. هلأ نحنا إذا أنتوا عندكم هيدا الحب تقدروا تعطونا إياه، نحنا بحاجة كتير أنه تكونوا قدامنا. إذا بتحبوا تعملوا باريناج لعائلة لشخص، لأن نحنا عنا تيتا وجدو شخص وشخصين، وعنا عيال كمان مثل ما قال بارجيوم. الموضوع هو أنه نحنا كلفة الجمعة للشخص الكيس اللي فيه فواكه، خضرة، جبنة، لبنة، هدول جمعية الأسبوع تقريبا هذا الكيس بكلفنا بحدود 10 لـ15 دولار حسب الشخص. بالنسبة للعيال اللي بياخدوا كمان مرة بالشهر لأنه هن بدهم يطبخوا، وهي أهم شيء أنه العيلة تضل هي عم تطبخ، مش نوصل لها الأكل، لأنه تيتا وجده ما بيقدروا يطبخوا، ولكن العيال هن بحاجة أنه يحطوا حبهم بالأكل. منشان هيك نحنا منأملهم كرتونة بالشهر كمان مع هيدا البارتي اللي هي كل جمعة، وهيدا الشيء بكلفنا حوالي $100 للشخص الواحد تقريبا. هلا اكيد كل ما كبرت العيله كل ما بقل المصروف، يعني بقل الكميه المصاري، ولكن نحن بحاجه لانه نقدم لهم هيدا الشيء بدون ما نفكر اذا في عنا ولا ما في عنا. اليوم انا بطلب منكم اذا حقيقه قادرين وحابين تعطوا هيدا الحب، قدموا حتى لو كان فلس الارمله، حتى لو دولار إذا حابين تقدمينه، أو إذا عندكم أغراض أنتوا بالبيت، أغراض يعني أكل، لأنه إحنا بس منقدم أكل، وحسين أنه أنتوا بس قادرين تعطونا هيدا الشيء، نحن عنا هيدا الحب أنه نتلقى منكم
ونكون عنا عن جد الفرح انه مثل ما نحن عم نتلقى منكم نقدر نعطيه للختيارية. بونجور، اسمي وديع، انا بالاكيب تبع الفيزيت. منزور دايما البيوت يلي بنفتش عليهم حقيقة، بناخد الاسامي مرات من الكهن الرعاية، بناخد من مؤسسات وبنروح نزورهم. اشخاص هن بالفعل محتاجين دايما انه يكون معهم حدا، مش بس مهم انه ياكلوا او شيء، بس كمان لانه بالفيزيت بنعمل زيارات 3 مرات بالشهر، بنزورهم هن وبناخد معنا كاكيب ورد وبنقعد معهم نحكي عن حياتهم. هن محتاجين انه اشخاص يحكوا معهم، مش بس انه يتلقوا بس الاكل. مش هيك نحن كمان بنروح بناخد من هالوقت وبنقعد معهم ونحكي معهم بالفعل وبنحس بالفرح، لانه في مين عم يصغالوا، لانه هو اشخاص هن حقيقه بالنسبه لعمره انه هن خلص جيل قديم وصار متروك. نحن بنشوف هيدي الفكره هي قمه الغلط، لانه نحن رح يوصل وقتنا كمان نحن نكون بهيدا العمر، وان شاء الله الرب كمان يعطي لناس انه يقدروا كمان يعملوا هالرساله من بعدنا. مشان هيك هيدي الفيزيت كتير مهمه بنشوفها بتيتا وجدو. معنا فولونتير مرات بيتصلوا معنا بيتواصلوا على اساس انه يحطوا يدخلوا معنا كمان بالفولونتير، وهيدا الشيء كتير بيساعدنا وبيعطينا كمان بوش لقدام تنقدر نعمل هالخدمه وهالرساله اكثر واكثر. Bonjour à tous, donc je m'appelle Colomban, je viens de France, de Lorient. Je suis un volontaire qui travaille avec Teta Ojedo depuis maintenant 5 mois. Et donc je suis à Beyrouth, à Enel Remané depuis tout ce temps pour travailler avec l'association. Donc moi je m'occupe de la supervision de l'association et je travaille donc avec toute l'équipe libanaise sur place qui eux travaillent depuis quelques années. Nous, j'ai rejoint pour un an du coup cette aventure et ce beau projet. Et c'était vraiment dans un souhait personnel de venir en aide à la population libanaise et à tous ceux qui ont souffert de l'explosion, et notamment aux personnes âgées. Leur situation m'a particulièrement touché avec les problèmes de retraite du Liban et toute cette aide concrète qu'on leur apportait, que ce soit à nourriture ou sur les visites. Et donc j'ai trouvé que c'est un très beau projet que j'ai voulu rejoindre et que je suis très content de faire grandir aujourd'hui. Et avec justement le pôle visite qui sera amené à se développer, et avec toute l'aide qu'on pourra avoir qu'on a déjà et qu'on pourra avoir davantage de volontaires qui viendront rendre visite à nos personnes âgées isolées et à Enel Remané et à Marmirail. Hi, اسمي سامي موسى. بلشت بالنهار الأول مع تيتا وجدو. أنا مسؤول تقريبا هلا عن medicine section. بلشنا من جديد، عم نجرب انه نغطي حاجيات العالم من الأدوية، خصوصا بعد الأزمة الاقتصادية وأزمة الأدوية. الموضوع جدا صعب، بحاجة كتير لدعمكم، لأنه الوضع مثل ما شايفين جدا صعب على العالم. الأدوية عم تكون أسعارها كتير عالية، عم تكون مقطوعة، والعالم بحاجة جدا لهذا الدعم. في إكيب صغير معنا عم يساعدنا، مثل صيدلانيات، نيرس، حتى حكمة إن شاء الله عن قريب. أنا لفت لي نظري شيء كتير حلو، طلعوا الكيس قديش حلو، طلعوا اللوجو قديش حلو، طلعوا الاحترام بالشغل. مش حيالله حطيناهم بكيس نايلون ولوسنا الدنيا، كيس ماشي مرتب، كل غرض بنحط حد التاني، وغراض كتير مرتبين، إن كان كعك، إن كان معلبات، إن كان كل شيء له علاقة بالعائلة. شغل نظيف، شغل حلو، الكل هون عم بيشتغل من قلبه، هيدا الشغل اللي بتلفت النظر. يلا مساعدكم لبنة، يلا كله جاي براد مبرد بيوتيفول. نعتبر هذا الكيس قديش بده وقت، يعني قديش وقت لنهار لنهارين لجمعة؟ هيدا عم نحكي على مدة أسبوع. مدة أسبوع عم ياخذ هو جبنة، لبنة، الكعك، الخضرة، الفواكه اللي هن بيقدروا يقوموا معلبات، يعني لتسي نهار السبت أحد بتأمل له الأكل. نحن ما عم نكون سبت وأحد، عم بيكون قادر هو يأمن يعني بالانس مين. يس، هلا هون مثل ما عم بتشوف مثلا في عندك سلك، هول القصص اللي بتقدر المدام تطبخهم بمنطقة عين الرمانة. هون منطقة مرمخايل ما بنحط فيها خضرة لأنه عم بياخذ أوريدي البلال شو. أوكي. يعني منطقة مرمخايل عم بيتأمن لها الأكل سخن، منطقة عين الرمانة عيال، سو اتسبتر هن بحبوا يطبخوا، يعني بضل عندها المدام القيمة إنه هي عم تطبخ لأولادها. أنا غريبة إلي شوي، يعني أنا عم بحكيك عربي وأنا حس حالي إنه كيف عم يفهم علي هالقد؟ أنت فرنساوي. إيه 100%. 100%، 23 سنة بلبنان، سو بتحكي بس عربي مثل اللبنانية، مش كلمة هيك كلمة هيك كلمة، عم تحكي كثير منيح. إنه هيك بيقولوا، أنا ما بحسها كثير بس إنه وعدة. طب ليش لبنان؟ شو اللي جابك على لبنان؟ ليش عم تساعد بلبنان؟ ليه بتحب لبنان هالقد واضح؟ هلا أنا الحقيقة انغرمت بلبنان أول مرة لما جيت كسياح.
انه شفت البلد كان بال دغري بعد الحرب بالتسعينات، واكيد حبيت انه تعرف بلد الشرق الاوسط والمسيحيين والعنوبين والارز وكل شيء. وانا عندي اصحاب اساسا بفرنسا لبنانيين، وكتير كنت اسمع منهم انه اشخاص اجوا بفرنسا خلال الاحداث وهيك، مشان هيك انه تاثرت انه انا وصغير انه هيك مثل حلم. بعدين انا كنت بروما انه يمارس الكهنوت تبعي بالرعية، وصار فيها البيت التنشيها انه كان تأسسوها بمصر، وقرروا انه اتنقل لبيروت. وبوقتها كانوا يبحثوا عن كاهن انه يكون هو المدير، وفكروا فيه لانه انا كنت بروما، طلبوا للمطران روما لانه انا من مطرانية روما، طلبوا منه اذا في كاهن ممكن يجي، وفكروا فيه. وانا اكيد قلت لهم ايه، ما كنت عارف المصيبة، بس انه قلت لهم ايه. جيت هون وانغرمت اكتر واكتر 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 واكتر، وهلا طلبت الجنسية، ارجوكم اعطوني الباسبور. كل اللبنانيين بدهم باسبور مشان يسافروا، انا بدي باسبور مشان ابقى بلبنان. بليز اعطوني الباسبور، حدا يدبر حالي باسبور لإلي. واو، فوافي الناس اللي ما بتعرف قيمة باسبوره، هالزلمة بده باسبور. واو. انا كنت جاي اقول لك، انت سبقت، انا جاي اقول لك انه تعلمت منك كثير، تعلمت منك انه وني سيتويان جمود، كلنا بنساعد بعض، مش ضروري انا ساعد لبناني وانت ساعد فرنساوي، كلنا بنساعد بعضنا. ساعات بتحب بتعطي من قلبك، شديت على حالك انك تتعلم اللبناني تتعيش مع اللبنانيه، ومش بقيت 23 سنه تقول لهم انا جاي من بعيد وانا ما بحكي لغتكم، واليوم عم تعمل من قلبك وعم تشغل كل هالناس اللي معك، او عم بتجمع كل هالناس اللي معك تتعمل الفرق. غير تيتا وجدو اللي كثير بحترم اللي عم تعملوه، انا تعلمت منك، جاي اقول لك انه اليوم منك بتعلم كثير كثير. مرسي مرسي، منيح على ليل انه حياتي شوي لها معنى، لانه الاشخاص بيتعلموا. ايه نحن كمان عم نشتغل هلا، عم نعمل الدائر هونيك على بمرمي خيل شياح، عم نرمم بنايات اللي مكسورين بالحرب ونشددهم مشان نعمل دائر، وان شاء الله يوما ما يكون هونيك كمان مركز اجتماعي لتيتا وجدو ولغير اشياء، لانه انا بحس انه مهم انه نكون مثل انه دي تيموان، كيف ما نقول، شهود للحب وللمحبة اللي أخذنا نحن. مثل ما عم تشوف أنتوني، هلأ نحن بلشنا بالمشوار بعين الرمانة، نبلش نوزع هلأ الحصص الغذائية تبع عين الرمانة، نرجع بنمرق على السناك، بناخد الأكل نحطه معنا مع الحصص الغذائية تبع منطقة مرم خايل وبننزل. هلأ أنت رح تكون معنا، رح تشوف لقاء العالم لقلنا كيف بيكون. قبل ما ينبسطوا العالم بالأكل، عم ينبسطوا فينا، لأنه بالنهاية نحنا عم نعطيهم مثل ما كانوا عم بيقولوا الكل، عم نعطيهم الحب وعم نعطيهم الاهتمام والاحترام. لما أنا عندي حدا رح تشوفه هلأ اليوم بمنطقة مرم خايل، عمره 91 سنة وأخته عمرها 90 سنة، إنه ما بيقدر يقوم من الأوضة للمطبخ، وما في حدا كان يهتم فيه. سو لما عم يجي يشوف نحنا عم نقدم له الأكل، عم نقدم له البلاس سخن، الحصة الغذائية، هيدا الشيء عم بيعني له كتير، وعم بينبسط انه نحن مش بس عم نعطيه الاكل ونفل، نحن عم نجي نوقف حدهم. يعني في حال لا سمح الله حدا مريض، حدا بحاجه لحكيم، حدا بده شيء مساعد، نحن عم نكون معنويا وجسديا عم نكون واقفين معهم بكل الظروف اللي هن محتاجينها. شو شباب؟ حلو. هلا عم حط انا للمحل لنا نحن كوسه ورق عريش. انا لودي حسباني، الي 5 سنين فاتحه هون، بس اكيد الي زمان بالخبره يعني، وزبوناتنا من المنطقه وبرات المنطقه، انتوراج كله يعني،
والحمد لله كل شيء ماشي الحال. نحن كل شيء عندنا صحن يومي، يعني عندي زبوناتي هون وعندي زبوناتي برا، ونعمنا نعمل سندويشات، كل شيء من سجق، طاووق، قرنبيط، مقالي، اشياء بزيت، اشياء بلحمه. كل يوم عندي اكل بزيت وعندي اكل بلحمه. نحن اليوم عاملين كورسة ورق عريش، هيدي بتتضمن اكيد لحمه ورز، ويعني في كاستلات اوقات معها، اوقات ما في كاستلات، اوقات في فوارغ، اوقات لا كمان. هيدي اول اكله. وبعدين عندنا نحن هلا هي المغربيه اللي هي كمان بتتضمن حمص، دجاج، والمغربيه والبهارات كمان عندنا اياها كثير طيبه. هيدا فول اخضر الزيت، هيدا كمان عاملينه زيت. وهون كبه بلبنيه، اللبن مع الكبه، هيدي الكبه، ورز القبيله، وهلا في هدول الفوارغ كمان ريحتهم رائعه، ريحتهم بتشهي. هيدول بنعملهم مع كوسه ورق عريش. مدام كاتيا طبعا تعمل لي ليستة عن كل الشهر، كل يوم بيومه شو في اكل. ومثل ما بحط لقلنا نحن بالسناك، بحب المطبخ كمان بحط زيت الشيء، يعني ما بقلل، ما ببخل على طبخاتي ابدا ولا على الكميه. هلا ست لودي انت بتطبخي كل يوم؟ اكيد كل يوم بعمل اربع اكلات. كل يوم اربع اكلات، عندي اكل بزيت وثلاثه بلحمه، او اثنين باثنين، يعني اثنين بزيت اثنين بلحمه. نفس بيت كثير طيبين. انا لي 40 سنه يعني بال، والفوارغ بتعمليهم انت على الايد وبتنطفيهم؟ كله انا. الناس بتخاف من الفوارغ بس كله مزبوط. لا هيدي كثير بتقنع يعني وبتاخذ شغل بس. الحامضات مثل ما لازم، الرزات مطبوخين صح؟ صح. ما بيقرشوا؟ لا يعني على ذوق. ريحتهم خويت. طب حالة حدا بيقدر يجي لعنديك لهون كيف بيوصل؟ شو العنوان؟ يعني هو عين الرمانه، شارع ادمون غريوس، بناية جلور، طابق ارضي. يعني الروبير هو بوجه بوزة بشير. كل يوم في طبخة؟ كل يوم في اربع طبخات. بسم الله. اي كل يوم. عندكم بين بيت للاجار بالبناية؟ لا. بالمهنة قلت 62 سنة، عمري حاليا 76 سنة، كنت ابن 16 سنة. بقول لك شغلة، لو ما حدا معلمني المهنة، جربت بالأتوليات بيضحكوا عليك بيستثمروك، وقت اللي بيكون في شيء تفصيل في شيء دقيق روح جيب تموين للمحل. وكرت وأنا بتحدى هلا أصعب واحد بقول لك متخرج من أي وين، بقول لك أي معهد، يا بربح يا بخسر. بعدين انه انا نسواني مش رجالي، بس ايه عمر قالي وعندي زباين وعندي كل شيء، بس هلا بهاي الفتره مسكر الدنيا كلها على كل الناس. عامله نحن هون بعين الرماني على بولفار شمعون، نحن تقريبا حد مفرز السارب عبده، تليفون 70 55 81 76. حبيبي لك يلا على سلامة. وانا بدي اتواصل معك. اوكي طمني عنك شو بصير، انا برجع لك. 12 ونص بدك تكون بالمستشفى. اوكي يلا على سلامة، اذا بدك شيء بتحكينا بتعرف. بدي سلامتك، انا حكيت مع وديع. اوكي قلت له انا بقدر اروح بس بدك تكون قايمة من البنج وهيك، ان شاء الله احنا مش رح نزيدت كل شيء. لا لا ما تعترهم، بس ارتاح عليه ما في مشكلة، بحكي وديع. اوكي صعب بحكي جوزيف يعني. لا لا ما تعترهم، كلنا حد. احنا هلا جايين لعند جدو ميشيل، جايبين له الكورس مثل ما كنت عم خبرك، اللي هي
جبنه لبنه خضره فواكه وجايبين له البلايات الاكل اليوم. رح تشوف وين قاعد جدو، مش قاعد لحاله. بونجور، كيف صحتك؟ حبيب قلبي كيف صحتك؟ منيح؟ لا ممنونك كثير. ولو طول عمرك ايدك. صار لي زمان ما شفتك، شو الاخبار؟ الحمد لله نشكر الله. جبنا لك اكل اليوم. طول عمرك طول عمرك، تفضلوا تفضلوا. انه هلا صار في جمهور، ما بعرف عم بيعمل صوت ال ايه. هلا مش الحال. عن جد؟ بس جبنا لك كم عدوية مشيت؟ ايه لا لا دواء خصوصي، إلى مرهان وإلى حبوب. أهلا تفضلوا. تفضلوا. لا بس في معي ضعف يمكن ما بعرف. هادي عم بتعرفي ليش من الأول امبارح؟ وحدة حكيمة يعني قالت لي هادي عندك فقر دم، بتعمل هيك بتنمل أصابيعي بينملوا من هوني، ما بعود بحس فيهم. إذا بدي شيل مصاري بيوقعوا المصاري على الأرض ما بحس. ما بيخربت الدوزنة هذا صار من على بكرة دوزن فيه شوي برجع بترك لأن بتخدر إيدي. دوزن فيه شوي بتخدر إيدي. ما بيزبط مزبوط. هيدا صار له 40 سنة. هيدا هديك جابوا لي التلفزيون ام بي زي هدية يعني، بس بازاري ما منه هال بتدوزن من هون بتدق فيه بيبرم المفتاح لحاله. انت عم بتدق ما بعرف شو يعني، مفاتيحه مش مزبوط. هيداك شغل بالحي هون الله يرحمه الي يمين، هيدا شغل عبد الله مجاعس بالاشرفيه من عند حد تفوني فوق. لا بدي شادي عامل ما بمسك الريشة يعني بالقوة عم بمسكها كده. ليك أنت آخر مرة عملت فحوصات دم؟ من شي شهر وشهر. عملت. بين معك فقر دم؟ لا فقر دم بين معي من شي 6 أشهر. إجوا لهوني أخذوا لي فحص وكذا وفحصوا في حد مستشفى الجيتاوي. Thank you.
انطوني مثل ما شفت هلا اللي صار عن جدو ميشيل، انه مش بس نحن عطينا الاكل لجدو ميشيل، نحن بنفس الوقت عم ننتبه انه جدو ميشيل ضعفان. نحن مش وجباتنا بس تفضل الاكل ونفل، نحن صحته بنراقب له اياها. مثل ما كنت عم تعرف عنا حدا حكمة، عنا فارماسيست، كلهم عم بيكونوا معنا بالاكيب لحتى نضل عم نتابع معهم للاشخاص اللي نحن نهتم فيهم من خلال الاكل ومن خلال الزيارات. هلا نحن نترك الختيارية تبعنا، شفتوا انه كيف نحن اكثر من ما ناخذ لهم اكل كمان ناخذ لهم وجود، لانه المهم لهم انه يحسوا انه فعلا في اشخاص حواليهم وحدهم، وهيدي مهم جدا. اذا بدكم تساعدونا تكونوا قريب منا كمان فيكم تجوا كمتطوعين وبتساعدونا في ويب سايت اسمه tetawjeddo.com، فيكم تشوفوا كل المعلومات عنا والارقام والكونتاكت تبعنا، لأنه هون بهالبلد إنه عن جد مش ممكن يكون في أشخاص بيجوع، بيجوع من محبة، بيجوع من فرح، وبيجوع من أكل، ونحن منشتغل مشان ما يصير هالشغلة بهالبلد الحلو. شو كلفت؟ شوية وقت، زيارة، مساعدة، دعمة، ونقول لكل هالناس نحن حدكن، منحبكن، أنتم منكن وحدكن وأنتم مش متركين. شو كلفت؟ كلفت بس شوي من قلبه للواحد ومن عطائه ومن وقته. إذا أنتوا عايشين برا لبنان، إذا أنتوا عايشين بلبنان وما بتعرفوا تساعدوا، ما بتعرفوا كيف بدكم تساعدوا، في جمعية مثل تيتا وجدو بكل أمان وبكل شفافية بيعملوا الشغل عندكم. كلنا مع بعضنا إيد بإيد نتركوا أحلى بلد بالعالم، لأنه ممنوع حدا يجوع وممنوع نحن نستسلم. من أحلى بلد بالعالم تيتا وجدو، اتصلوا فيهم.